احنا عندنا اسئله كتير جدا كانت مبعوته لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، كلها بخصوص الاخطاء اللي احنا بنرتكبها واحنا بنحط الميك اب بتاعنا. منها مثلا في اول حاجه خالص البيز او الفاونديشن، لما بنيجي نحطه مفيش حد او قليل الناس اللي بتظبط معاه حكايه الفاونديشن دي. ده بيرجع لكذا حاجه. اولا اهتمامنا ببشرتنا، التون بتاع الفاونديشن اللي انا هحطه اذا كان على اصفر او على بينك بيفرق مع كذا حاجه يعني. واهم حاجه البشره، هي البشره هي العامل الاساسي على كل حاجه. اوكي، غير بقى البشره انا شخصيا ممكن اعمل ده بطريقه غلط فيكلكع مني حتى يكون فيها فاونديشن اكتر من مكان تاني؟ ما ده طريقه الفرد، بس هو اللي ممكن يبوظ معايا خالص اهتمامي ببشرتي، لو هي ناشفه مش هعرف افرد الحاجه عليها. نرجع مره تانية انه ده بيرجع لينا احنا، بشرتنا لازم نهتم ان هي تكون سوفت وناعمه وتكون مترطبه. وايه؟ مترطبه ومترطبه، ترطيب دي اهم حاجه، اهم حاجه الترطيب. طيب كنت بقول لك كمان انه كتير مننا لما بنحط البيز ممكن نحط في مكان اكتر من التاني، ازاي اقدر ان انا اوازن في الموضوع ده؟ بصي انا بحط جزء يعني اللي المساحة اللي أنا هحطها على وشي بحطها على إيدي، تمام؟ وببتدي أوزع بالفرشة. ممكن نشتغل يا رضوى وإحنا بنتكلم؟ أوكي، بس هو البيز محطوط هنا. حلو قوي، بس يعني في حاجة تانية هتشتغلي فيها ولا يوليا؟ هنفنش بقى الكونتور. أوكي، ممكن نفنش وإحنا بنتكلم دلوقتي. أوكي. أوكي، فبتقولي لي أحط الأول الفاونديشن على ظهر إيدي. بالظبط، بحط الكمية اللي أنا عايزاها وابتدي بفرشة، بس هي مش موجودة هنا دلوقتي، يعني ببتدي بفرشة إن أنا بوزع متساوي. بس كويس قوي، لازم بالفرشه بقى. ما ينفعش بايدي. يعني مش كلنا برضو عندنا الفرش دي موجوده في البيت. ممكن بايدي بقى لو البيبي كريم. حلو البيبي كريم، لطيف للصبح. اوكي، حلو. انا كنت لسه هسالك اصلا هل في فاونديشن ممكن استخدمه يكون نهاري كده يديني يعني ممكن مش ما يبينش الديفوهات قوي اللي موجوده في وشنا، بس في نفس الوقت يكون لايت. البيبي كريم كويس جدا. الحاجات بقى الاتش دي، الالترا اتش دي، الحاجات اللي تكون خفيفه قوي يعني ملمسها خفيف، الكفر بتاعها خفيف. يعني انت تفضلي البيبي كريم افضل ولا ممكن اجيب فاونديشن اصلا يكون البيز بتاعه خفيف؟ استخدام يومي صعب قوي فاونديشن في اليوم. طب والبيبي كريم هو فاونديشن برضه؟ لا، امال ايه؟ ده كريمات ويعني وحاجات طبيعيه اكتر فعلا. يعني نسبه الكيميكالز اللي فيه قليله. بالظبط كده. طيب اوكي، هاي خلاص، يبقى البيبي كريم يا جماعه ممكن تستخدموه للصبح وممكن فاونديشن، بس يكون لايت قوي بس مش كل يوم. يعني عشان كده انا دايما بتكلم على الاهتمام بالبشره. ان انا لو بشرتي كويسه مش هحتاج كل ده، البيبي كريم هيوفي معايا كل حاجه. صح، عندك حق فعلا. وممكن البيبي كريم ده طبعا لما اختاره لازم يكون SPF علشان اضمن انه الشمس برده ما تاثرش على وشي. بالظبط. اوكي.